الأخوة، الإيمان بنظرية المؤامرة ليس عقدة نفسية في حالة المسلمين، بل هو عقيدة قرآنية سنية. قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. فإذا علينا أن نؤمن بأن أعداءنا يمكرون بنا ويتآمرون علينا. هذه ليست عقدة، هذا أمر واقع.